أكد أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني أنه سيبدأ اليوم في جلسات العلاج الطبيعي بعد الجراحة التي أجراها في الرباط الداخلي للركبة، ووجه الشكر لكل من سنده في الفترة الماضية بعد الإصابة. النهاردة أول يوم ليا خرجت من المستشفى النهاردة، وإن شاء الله من بكرة هبدأ جلسات العلاج الطبيعي. يعني حابب أطمن كل الناس عليا، وبطمنهم إن أنا إن شاء الله في أقرب وقت أكون موجود في الملعب، وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبي واللي ساندتني الفترة اللي فاتت كلها من بعد إصابتي، وبشكر الدكتور محمد أسامة اللي كان موجود معايا في ألمانيا، والدكتور أبو العلا، ومدير أعمالي أحمد يحيى، وأخويا الكبير حمدة شعبان. طبعا أنا مبسوط إن هما كانوا معايا هنا بجد، يعني مش عارف، يعني مفيش كلام كتير يتقال في المواقف اللي زي دي، بس أنا حابب إن أنا أطلع أطمنكم. وأنا موجود النهاردة في ألمانيا إن شاء الله، يعني هبدأ من بكرة جلسات العلاج الطبيعي لفترة إن شاء الله مش كبيرة بإذن الله، وأقدر أكون موجود في مصر، وبعد كده ربنا يسهل إن شاء الله نشوف البرنامج يمشي إزاي إن شاء الله.